عليكم. وعليكم السلام. الاسم ديالك؟ عثمان مجدو. سي عثمان، قول لي شنو غادي تختار، واش التكوين المهني ولا المتابعه الدراسه ديالك في الجامعه؟ لا، الدراسه في الجامعه. علاش اختاريتي الجامعه؟ حيت عندي مواد اللي كنبغيهم وعندي مستقبل نحلم نكون شي حاجه فيه. يعني هذا هو اللي السبب اللي اختار الجامعه. تقدر تكون امانه ماده باغي تدرس فيها؟ القانون الخاص، جميع المواد نتاع القانون الخاص. اخترت علاش؟ حيت عندي واحد الافاق اللي بغيت نوصل لهم. نتمنى لك التوفيق. امين، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قول لي الاسم ديالك. الاسم انس فتحي. انس، المستوى الدراسي؟ المستوى الدراسي جامعي. جامعي. قول لي سي انس، يعني دابا التوجه اللي بغيت توجه، واش التكوين المهني ولا تكمل على الجامعه؟ انا كنفضل نكمل على الجامعه، الواحد يدي الاجازه ديالو، يعني تكون قدامه وظيفه، ماشي بحال الا دار شي حاجه اخرى يقدر تلقى. يعني ملي كتكون طالب جامعي عندك بزاف الافاق، ماشي غير افاق محدوده، ولكن حاجه اخرى يقدر يكون لها افاق محدوده، ما غاديش تخليك تكمل في داك الشيء اللي بغيت نتايا. بالنسبه للمجال اللي كيعجبك انك تكمل فيه؟ انا عجبتني الشعبه ديال الدراسات الاسلاميه، يعني منها دراسه، منها الواحد يتفقه في علوم الدين باش يكون عارف كاع الامور ديال الدين شنو كاين فيها. ما كتفكرش نهائيا تكون مهني؟ لا، ما كنفكرش. رغم انك كتكون كتوجه للتكوين المهني؟ لا، ما فكرت كاع في التكوين المهني. يعني يقدر تدير التكوين، تدي شي ديبلوم، ولكن يقدر ما تلقاش فاش غادي تشتغل، عكس الاجازه، واخا ديت الاجازه ديالك ما كاين بزاف الافاق، تقدر تكمل دير الماستر، دير الدكتوراه، عكس التكوين. شكرا لك. لا، عفوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الاسم ديالك؟ ابراهيم بوكنانا. سي ابراهيم، المستوى الدراسي؟ البكالوريا، هذا العام الجامعه. بالنسبة سي ابراهيم، واش كتختار انك دير التكوين المهني ولا دير الجامعة؟ لا، الجامعة. شنو المادة باغي دير في الجامعة؟ غادي ندير القانون. علاش بالضبط اختاريتي الجامعة؟ الجامعة عندها افاق في اكثر من الاخر، اكثر من التكوين. واخا انه يعني هاد الايام كنشوفوا الناس كيقول لك انه خصنا نديروا التكوين افضل من الجامعة. حيت قالها الملك هاد الهضرة هادي. كل واحد يشوف اللي يعني انا يا باغي الجامعه، الجامعه حيت فيها افاق اكثر من التكوين. شنو هو الاحلام ديالك اللي بغيت توصلها من خلال الدراسه ديالك في الجامعه؟ ما شي محامي، قاضي، بعد تاع الاخر اللي راني دايرها دابا. شكرا لك، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. امين امين ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم ديالك؟ هشام بلجرا. هشام بلجرا، المستوى الدراسي ديالك؟ اولى باك. بالنسبه لهشام، شنو باغي دير بعد البكالوريا؟ بغيت ندير مدرسه في الميتين. فين كتوجه هذه المدرسه؟ كاين في وجده، الرباط، بزاف. بالنسبه علاش اختاريت هذه المدرسه وما اختاريتش الجامعه ولا التكوين المهني؟ حيت كانت انا كتعجبني هذه المدرسه، كتعجبني فيها كاع المؤهلات ديالي، ما نقدرش نمشي للجامعه باش ما عنديش شي حاجه، ما عند الجامعه ما تعطينيش شي حاجه نديرها من بعد. شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى. الاسم ديالك؟ غازي سعيد. غازي سعيد، شنو المستوى الدراسي ديالك؟ سيزيام. سيزيام، شنو باغي تختار بعد البكالوريا، واش الجامعه ولا التكوين المهني؟ الجامعه. علاش بالضبط اختاريتي الجامعه؟ الجامعه هي كدي الاجازه ديالك، تقدر تمشي تدخل سوق العمل، تمشي لشي حاجه، اما استاذ ولا المهم اللي اختارك انت. بالنسبه شنو هي الماده اللي باغي تاخذها في الجامعه؟ مات ابليكي. شنو كتميز هذه الماده؟ هذه الماده كاين الخصائص في المغرب بزاف من الاساتذه ديال الماط، خاصها دير الاجازه ديالك ولا الماستر تمشي تخدم شي استاذ ولا معلم. شكرا لك. لا، وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم ديالك؟ صلاح الدين الشقراني. صلاح الدين الشقراني، قول لي واش باغي تكمل القرايه ديالك ولا دوز التكوين المهني؟ دوز التكوين المهني. شنو باغي تختار التكوين المهني؟ كندير الحلاقه دابا. علاش اختاريتي الحلاقه في مجال التكوين المهني؟ ديبلوم. هي كتعجبني انا الحلاقه، الصغر ديالي كتعجبني الحلاقه. بالنسبه علاش ما بغيتيش تكمل القرايه ديالك ودوز الجامعه؟ ما عنديش مع الخرايا. كتشوف الدبلوم غادي تقدر تخدم به؟ هو الدبلوم نقدر نخدم به. شكرا لك، ومسيره موفقه. شكرا.